السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 آيات في كتاب الله جل وعلا: من قرأهم دبر كل صلاة نصره الله عز وجل على أعدائه، وأسكنه الله عز وجل الفردوس الأعلى، وقضى الله عز وجل له 70 حاجة أدناها المغفرة، ونظر الله عز وجل له 70 مرة يوم القيامة. والكلام ده اللي بيرويه أبو أيوب الأنصاري، وعايزك تركز معي لأن الكلام ده نقله الطبراني ونقله البيهقي ونقله يعني سبحان الله البغوي في أسرار التنزيل. فعايزك أنك أنت تتابع الآيات ديت وتتأمل فيها، تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها أسرار عظيمة جدا. وتعالوا مع بعض نشوف كلام أبو أيوب الأنصاري بيقول إيه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: لما نزلت الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة وآية الكرسي، وشهد الله أنه لا إله إلا هو، والآية الأخرى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعلقنا هذه الآيات بعرش الرحمن. ثم قالوا لله جل وعلا: أتنزلنا على قوم يعصوك؟ فهنا بقى الطريقة اللي هنستخدم بها الآيات، ونركز في كلام الجليل سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ما فرض على إنسان شيء إلا كان في هذا الشيء النجاة وكان فيه العصمة. فلو أنت بتعاني مثلا من سحر مأكول، والسحر ده موجود في بطنك، دبر كل صلاة هتقرأ الآيات ديت على كاس مية ثم تشرب من هذا الماء. ولو أنت أيضا بتعاني من آلام في المعدة أو آلام في الركب أو آلام في المفاصل، فكل ما عليك أيضا أنك أنت هتقرأ الـ5 آيات ديت دبر كل صلاة، تمام، ثم تنفس في إيدك وتحط إيدك على المكان اللي بيألمك من الركبة، وتقول إيه: بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اللهم إني أسألك أن تشفيني شفاء لا يغادر سقما، يشفيك الله عز وجل من كل ألام الركب. والناس اللي بتعاني من ألام في الرأس وصداع شديد جدا وزغللة في العينين، اقرأ هؤلاء الـ5 آيات بعد الصلوات المكتوبة لمدة 3 أيام، وقرأهم أيضا على زجاجة زيت زيتون، وادهن جبهتك، تمام، وادهن خلف الأذن، هتبص تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيشفيك من كل الاوجاع وبيشفيك من كل الاضرار ديت. والناس ايضا اللي عندهم اولاد عندهم طيف توحد، وطيف التوحد ده بيكون يعني غالب عليهم، وهم الاولاد عندهم فرط في الحركه، هنقرا الـ5 آيات دولت على زيت زيتون، وهنقراه على ورق سدر وشذاب وحرمل، ثم بعد ذلك نجمع كل ده في خليط في زجاجة الزيت، نحط كل الاعشاب ديت، ثم ندهن الاطراف ونلبس الولد شراب بالليل، وندهن ايده ونلف عليها اي حاجه بالليل، تبص تلاقي ان الولد الحركات بتاعته اصبحت ثابته باذن رب العالمين، وما اصبحش عنده اي اضطراب ولا اي يعني حركه وفرط حركه باذن الله جل وعلا. والايات ديت انا عايزك انك انت تتامل فيها وفي محورها. تامل ان ربنا سبحانه وتعالى قال، ويعني ربنا سبحانه وتعالى بيقسم يعني بنفسه وبيقسم بذاته الكريمه أن ربنا سبحانه وتعالى مفيش عبد يعني هيقرأ الآيات ديت دبر كل صلاة كما قال أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، إلا وربنا سبحانه وتعالى قضى له 70 حاجة. فشو بقى حوائج الدنيا عندك إيه؟ هل مثلا عندك موضوع خطوبة أو موضوع ارتباط متعطل؟ اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيقضي لك موضوع الارتباط ده، وحيتم موضوع الزواج ده لو أنت قرأت الآيات ديت دبر كل صلاة. ولو انت عندك اي مشكله في حياتك، ولو عندك اي ضر، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيصرف عنك هذا الضر. فشوف بقى 70 حاجه، كل واحد فينا عنده حاجه في نفسه. في واحد عنده ان في مشكله في موضوع الذريه، فلو قرأ الايات ديت ودعا الله عز وجل قد يستجيب الله عز وجل لدعائك فيكرمك الله عز وجل بذريه صالحه تقر يعني تقر بها عينك. وممكن مثلا يكون في واحد عنده مشكله مع زوجته، فتقرأ الآيات دي على كاس مية وتقرأها دبر كل صلاة لمدة 7 أيام، هتبص تلاقي أن كل المشاكل وكل الأضرار اللي موجودة في حياتك بتحل وبتزال بطريقة عجيبة جدا تتأمل منها. وسبحان الله، القرآن شفاء لما في الصدور، والقرآن شفاء من كل داء. والإنسان إذا توكل على الله جل وعلا يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى حينصره. وطبعا الكلام هو يعني سبحان الله من إحدى الكتب بيقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: لما نزلت الحمد لله رب العالمين وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب، تعلقنا بالعرش وقلنا: أتنزلنا على قوم يعملون بمعاصيك؟ فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يتلوكن عبدا عند دبر كل صلاة إلا غفرت له ما كان فيه وأسكنته جنة الفردوس، ونظرت له يوم القيامة 70 مرة، وقضيت له 70 حاجة أدناها المغفرة. الله أكبر.
ثم بعد ذلك بيقول في تفسير روح المعاني 2 على المجلد الثاني صفحة 144 نقلا عن الطبراني والبيهقي ورواه الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي بسنده في معالم التنزيل وزاد وأظهرته على عدوه. نحط تحت كلمة وأظهرته على عدوه ديت خطوط كتيرة جدا، لأن يعني سبحان الله إذا أظهرك الله عز وجل على عدوك كلنا عندنا عداء. تعرف مين هو أشد عدو لنا؟ أشد عدو ليك وأشد عدو لي هو إبليس. فتأمل كده أنك أنت تكون مصاب بسحر ثم تتخذ من هذه الآيات حصن ليك وتجعلها فتح ليك، ثم تقرأ هذه الآيات وأنت متيقن أن الله عز وجل يشفيك من السحر ده، ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك من السحر، لأن ربنا سبحانه وتعالى كريم رحمته وسعت كل شيء. إذا أعطى الله عز وجل أدهش من يعطيه، وإذا أكرمك الله عز وجل أكرمك بأمور لا يستوعبها العقل. وتأمل كده عطايا الله عز وجل لا تنفذ، فالله عز وجل رحيم. وربنا سبحانه وتعالى إذا أكرمك بأي شيء تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيحجج لك الشيء ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه إيه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو أرادك الله عز وجل بخير، لو اجتمع الإنس والجن وكل من في السماوات والأرض على أن يمنعوا عنك هذا الخير أتاك هذا الخير، ولو منع الله عز وجل عنك شيء واجتمع الإنس والجن وكل من في السماوات والأرض تمام على أن هم يدفعوا عنك هذا الشيء أتاك هذا الشيء. فربنا سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض. وتأمل 70 حاجة ليك في نفسك كل الحوائج دي يقضيها الله عز وجل لك. ففي آيات بسيطة أقرأها لك، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة الأول، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سهلة جدا يا أخي الكريم، اعملها ورد ليك وتوكل على الله عز وجل يحقق الله عز وجل لك كل ما أردت، شاركها لغيرك فالدال على الخير كفاعله، وقم بها تأتيك الأفراج وتأتيك الأفراح في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.